صناعيه موجوده في العالم ورا الجسم ده على طول الناحيه الثانيه، تمام؟ ورا الجسم ده على طول بحيره ناصر، اكبر بحيره صناعيه موجوده في العالم كله، مساحتها 500 كيلو متر بالطول، في بعض المناطق بتوصل 16 كيلو بالعرض. ال 500 كيلو دول مش كلهم في حدود مصر، 350 كيلو داخل حدود مصر، ال 150 كيلو التاني داخل حدود السودان، تمام؟ طيب ايه فكره السد العالي عشان الناس بفهمها؟ فكره السد العالي هو حمايه مصر من خطر الفيضان وخطر الجفاف، بمعنى اكتر منابع نهر النيل متمركزه في بحيرتين في الجنوب، في اقصى جنوب في افريقيا، بحيره اسمها الكتانا وبحيره اسمها فيكتوريا. البحيرات دي فيها امطار طول السنه، بتطلع منها مجاري انهار، المجاري دي كلها بتتجمع في مجرى واحد وهو مجرى النيل في السودان. مجرى النيل في السودان يمشي من الجنوب من فوق لتحت لغايه لما يجي هنا، لما يدخل مصر احنا عملنا البحيره، عملنا بحيره صناعيه بحيث كل المايه اللي جايه هتيجي فين؟ في البحيره. قدام البحيره احنا بنينا السد العالي، نتحكم احنا في دخول وعبور المايه من البوابات اللي انت شايفها قدامك دي، تمام؟ هنا بدايه دخول نهر النيل في مصر، هنا بدايه نهر النيل في مصر عندنا، هنا اول نقطه من نهر النيل بتيجي معانا من هنا. طيب السد العالي زي ما هو ليه مميزات ليه عيوب. خلاص المشروع ده اتبنى سنه 1960 في عهد الرئيس الجراح الجمال عبد الناصر، وافتتحه الرئيس الراحل محمد انور السادات سنه 1971. خد 11 سنه يبني الجسم اللي شايفينه قدامكم ده. الجسم ده مبني من حجاره الجرانيت، الجرانيت الوردي، نوع من الحجاره مشهور جدا هنا في اسوان. طيب ايه هو مميزات وعيوب السد؟ اول ميزه من مميزات السد هي حمايه مصر من خطر الفيضان والجفاف. الميزه الثانيه من مميزات السد العالي بيتكلموا عنها دايما حاجه اسمها ايه؟ تنوع المحاصيل الزراعيه. يعني ايه؟ بقى عندنا ميه طول السنه، عندنا مخزون كافي من بحيره ناصر، نزرع محاصيل زراعيه جديده مكناش نزرعها قبل كده، تمام؟ الميزه اللي بعد كده من مميزات السد العالي برضو بيتكلموا عنها حاجه اسمها ايه بقى؟ الطاقه الكهربائيه. البوابات دي جواها في توربينات كهرباء، توربينات الكهرباء دي بتولد كهرباء مع قوه دفع المايه. ده ساعد على زياده الطاقه الانتاجيه اكتر في مصر، فرص عمل اكتر، مصانع اكتر وهكذا. طيب الميزه اللي بعد كده اقول لك ايه؟ زياده رقعه مساحه الاراضي الزراعيه في مصر. فال 2 مليون فدان زراعه زياده. ليه بقى؟ عندنا ميه كتير، بقينا نستصلح اراضي صحراويه كتير، فبقينا ايه؟ نزرع ارض كتير. طيب ده مميزاته. ايه عيوبه بقى؟ او عيب من عيوب السد العالي واخطر عيب فيه هو ايه بقى؟ قله خصوبه الاراضي الزراعيه، الارض ما بقتش خصبه زي الاول. ليه بقى؟ لا بقى، كان بيجي مع الفيضان حاجه اسمها الطمي، الطمي ده سمات طبيعي للتربه. اتحجز ورا الجسم السد ما بيعديش، مش بيمشي في المجرى. بقى في البحيره بس. طيب ده عمل ايه بقى؟ الارض ما بقتش خصبه زي الاول. الفلاحين بقى يستخدموا الاسمده والكيماويات العضويه، ده ساعد على زياده نسبه السرطان في مصر. تمام. الحاجه الثانيه من عيوب السد العالي بيتكلموا عنها برضو، في اثار كتيره في مصر غيرت بسبب بناء السد العالي، لان ورا الجسم ده بحيره ناصر. بحيره ناصر دي كانت مجرى النيل الاول، وتوسعت بقى البحيره، كانت على ضفاف النيل الاول كان في معابد، المعابد دي كلها غرقت بسبب بناء السد العالي، في اللي قاعد وفي اللي انقذوه، تمام. الحاجه اللي بعد كده من عيوب السد العالي تهجير اهل النوبه، النوبيين كانوا عايشين مكان بحيره ناصر على ضفاف النيل، النوبيين كلهم تهجروا قصوى وعنوا في عهد عبد الناصر. ده سبب عندهم اثر لغايه دلوقتي بيتكلموا عنه، ودايما يقول لك احنا ايه؟ النوبيين يقول لك احنا اقليه مضطهده في مصر. ايوه هم تهجروا من الجنوب للشمال بالظبط كده، تمام؟ ده بالنسبه ايه لمميزات وعيوب السد. تصوروا خمسه كده واتكل على الله.